قوة المخيل. هل تعلم أن خيالك وأفكارك لهم أثر كبير على هيكلية حياتك؟ متابعي قانون الجذب مع مجد، يا مرحبا بكم. إن كنت أو كنت هنا للمرة الأولى، أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل علامة الجرس لكي يصلك أي فيديو نقوم برفعه على القناة. معكم مجد من قانون الجذب، وهيا نبدأ. قوة المخيل، كما ذكرت ببداية الفيديو، إن خيالك وأفكارك لهم أثر كبير على هيكلية ونمو وتطور حياتك وذاتك، لأن أيامك وحياتك تتشكل حسب طريقة تفكيرك، فأنت ترسم وتخطط السيناريو في عقلك أولا، وتتوقع المشاهد بالتفصيل، ثم تقوم بترجمته على أرض الواقع، سواء سلبيا كان أو إيجابي، كما أنت فكرت به، لأن عقلك محايد ولا يميز، هو فقط يحاول أن يعطيك ما تريد، وأنت تتحرك وفق المخطط، فتذهب بنفسك للسيناريو الذي كنت تخاف منه، لأنك وجهت كل قوة خيالك وأفكارك تجاه ما تخافه. حسنا، نصيحتي لك، عندما تجد قوة سحرية تعمل ضدك وقادرة على إرهاقك وإرهاقك، لا تتركها، حاول أن تسخرها لصالحك. وأذكر هنا قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. لهذا فإن قوة المخيلة والأفكار سلاح قوي يجب أن تستخدمه في تحقيق أحلامك وتغيير السيناريو، وتتوقع لنفسك الأفضل دائما، ولا تفكر إلا في سيناريوهات إيجابية، وتقوم بتوجيه خيالك نحو الأفضل، وتسخر تفكيرك في تحقيق أمنياتك. وبدلا من أن تتوقع سيناريو الشجار القادم مع جارك أو جارتك، وتحضير سيناريو ونص للرد عليها والفوز في المعركة، يمكن تغيير هذا السيناريو وتوجيه التفكير في شيء إيجابي والتجاهل بكل بساطة. فإن المستقبل لن ينتظر أحدا حتى ينهي شجاره، والاتجاه الوحيد الذي يجب أن نوجه الخيال والتفكير إليه هو اتجاه النجاح، فلا وقت للجدال والإرهاق. الخيال والتفكير يمكنه فعلا تغيير مصيرك إذا ركزت على النجاح والتفاؤل، على رسم أحسن سيناريو تتمناه لنفسك، وبتركيز قوتك على الوصول لهذا بدون تشتت، بدون الالتفات للإحباط، وبدون الاهتمام بنظرة المجتمع. الخوف من الفشل ومن الانتقاد، لا ترى إلا النجاح، ولا تتخيل إلا نفسك وأنت تحقق كل ما تتمناه، ولا تسمح لأي أفكار سلبية أن تعكر صفاء تركيزك. انطلق نحو الهدف مثل السهم، انطلق نحو الهدف مثل السهم ينطلق ولا يعود مجددا. متابعي قانون الجذب مع مجد، معا لنجد أفضل نسخة من نفسك، غير كي تتغير. بنهاية هذا الفيديو، أدعوكم إن كنتم هنا للمرة الأولى، وإن كنتم مهتمين بمجال قانون الجذب وتطوير الذات، الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وأيضا مشاركة المحتوى مع الأصدقاء والأحبة. كان معكم مجد من قناة قانون الجذب مع مجد، وإلى اللقاء.